يعني هلا انتم ما بتقولوا بانجان مجقجق باللبن؟ طب ما بتقولوا شباك؟ ما منقول بانجان مجقجق باللبن وما منقول شباك، وما حدا بيحكي هيك غير ام الزين. فاجأتك مو؟ اللهجة الحلبية لهجة مميزة بسوريا، وبيقدر الشخص فوراً يعرف الشخص الحلبي من لهجته. بس بتعرفوا أنه في كتير كلمات مأخوذة من أصل لغات عالمية؟ شبونة من جوبي بالفرنسي ويعني تنورة، شنوقة وجاية من شنك بالتركي يعني طاسة أو زبدية، سكرتون جاية من السكريت بالفرنسي ويعني سر، بما معناه أنه في شي عم يتخبى بقلب شي، وباللهجات التانية بيقولوا خزانة. جوجحانة مأخوذة من كلمة تركية جوجوكهانة، هذا الكلام ما بيفوت على مخي. ومعنى الجوجحانة بالحلبي مرجوحة. أنجق مأخوذة من كلمة تركية أنجق، وبيجي معناها دوبنا، مثل ما منقول أنجق نلحق، يعني يا دوبنا نلحق. روب دي شامبر المانتو، المانتو نفسه تبع نجيب بالفصول الأربعة، الحلبية بيقولوا له روب دي شامبر، مأخوذ من كلمة فرنسية غوب دي شامبر. أرمغان كلمة فارسية بمعنى الهدية، وباللهجات التانية كمان بيقولوا هدية. اكتبوا لي كمان شو في كلمات حلبية، بس ما تنسوا تشرحوها مشان ما يطلع حدا ويستلمكم انه بتحكوا شغلات غريبة. خلونا نتعرف على تنوع اللهجة ومن اي لغات مأخوذة.